عسلامة اسمي سرجيت المشامي كومباي اللي كتور جديد على اخر كتاب كريتو اللي هو لافي دو تران دو باولا هوكنز. الكتاب عطيته فور ستارز في الجودريتش وجات وقتاش باش يخرج الفيلم ظهر اللي يخرج في نوفمبر على خاطر تلما اللي استو عجبتني نحب نفرش في الادابتاسيون نتاعها كيفاش باش تكون. الكتاب على شي يحكي على ريتشل اون جون فام ديفورسي و الكوليك. دونك ريتشل تمشي لخدمتها في التران دونك فما اري في الف بلوتو معناها في الثنيه يقف عليها تران بعد حي سكن نقولوا احنا. دونك فما كوبل يعيشوا في دار نجار هذيكم غاديكا اللي ريتشل نقولوا احنا تبع فيهم على الاخر كلي استخيلت لهم محيتهم وعطتهم دي نو ايماجينير سميتهم جيسون وجان معناها عطاتهم معناها في بارفيت معناها هو طبيب هي ارتيست وكيفاش عايشين مع بعضهم يحبوا بعضهم وكل شيء. لنهار من نهارات ريتشل ترى معناها جان تخون في راجلها دونك تو فا باسكولي في مخ ريتشل بيان سور سورتو انه هي راجلها خانها وطلقها وخذ المتخس نتاعو. دونك باش تقرر ريتشل فيسكو كيما قلت لكم هي الكوليك دونك ماشي في وعيها باش تمشي تقرر انها تمشي تقول لجيسون راجلها مع راجل زان اللي هو اللي راه مرته تقوم فيه. دونك تقوم الصباح تلقى راسها بالدم حوايجها منطخين بالدم وجهها كله مدمدم وازرق بالضرب وما عندها حتى ادنى فكره شنو اللي صار ما تتفكر حتى شيء ما عندها حتى ايدي شنو اللي صار وتحل كما نقولوا التلي وكل شيء تلقى في الاخبار اللي ميغان الياس جان ديسباري وما فهمش ريحتها وما يعرفش عليها وين مشيت اسكو هربت ولا تخطفت ما عندهم حتى فكره عليها. دونك نخليكم تكتشفوا شنو شي يصير في ميغان وشنو معناها خلى اللي تم تعريتش الكيكه معناها بالدم وكل شيء. ما كنتش باش نجم تتخيلوا شنو يصير في الكتاب. الحاجه الثانيه اللي باش نحكي عليها وعجبتني سيكو الكتاب الميزون باج نتاع الكتاب مقسوم جونغ ماتان وسوار حسب الوقت اللي تاخذ فيه ريتشل التران كيما تراو هنا مثلا لاندي 22 جويل 2013 ماتان وبعد تلقاو مثلا مردي 16 جويلية 2013 ماتان وبعد تلقاو سوار معناها فرد نفس الدات في لو سوار. دونك مقسمين هكيكا باسكو الأحداث مربوطين بك الوقت هذيك المعين القصير اللي يتعدى به معناها الترام كل البلاصة هذيك. دونك نلقاو لي شابيتخ جونغ قصار ماهمش طويل برشا كلي معناها تلقاو روحكم قاعدين تقدموا فاسيلمون في ليكتيغ نتاعكم. هذه حاجة ثانية اللي عجبتني في الكتاب واي سورتو انه الوقت يحطكم في الكونتكست نتاع لي زيفينمون معناها يزيد يخلي لك معناها في مخك لي زيفينمون بلو غيال كو معناها كان جي غيشي عادي ولا حاجة. هذه ثاني حاجة. ثالث حاجة عجبتني في الكتاب سكو الكتاب نلقاوه في 3 بوان دو فيو نتاع 3 انسي 3 تيب دي فام اللي هما ريتشل الفام ديفورسي و الكوليك انا اللي هي الماتريس نتاع ليكس نتاع ريتشل. دونك نلقاو اللي هي كانت ماتريس معناها بعد خذاها وجابت بيبي وكل شيء دونك وليت جونغ فام دو فوايي وعندها بنيه وكل شيء. وميغان اللي هي الياس جان اللي عطاتولها الاسم ريتشل اللي هي باش تختفي في الكتاب اما باش نلقاو دي فلاش باك تحكي عليهم هي قبل ما تختفي. دونك باش نلقاو ديزون كيما الكومباريزون بين ريتشل كيف تتخيلها في حياتها وبين هي غيالمون شنو حياتها كيفاش. دونك باش نلقاو 3 تيب نتاع 3 انسي كل واحده معناها بعيده على الاخرى في البيرسوناج نتاعها كل شيء. دونك عجبتني انا دانسونس الفاز انه ما نلقاوش معناها مش معناها ما لقاوش رجل يحكيو في الكتاب جونغ معناها سي با امبورطون ولا حاجه اما نلقاو تروا معناها تيب ديفيرون من سي في الكتاب.
ثاني ثالث حاجة ولا رابع حاجة ما عرفش من سؤال نحسب اللي عجبتني بالكتاب شكو يوريك الامباكت نتاع الكل على حيط العبد جونغ انه ريتشل الكوليك وكل شيء وهي كان جات معناها صبر الليلة اللي صار الاكسيدون اللي صار راهي تفكرت كل شيء وراهي معناها كنت نجم تتمنى برشا حاجات تبدل برشا حاجات اما فيك هي وقتها ماهيش في وعيها وماهيش في مخها جملة دونك ما تتفكر حتى شيء عندها بلانك سبيس في مخها وما تفكر حتى شيء من اللي صار الكل دونك نلقاو الامباكت بالحق نتاع الكل على حيط العبد كيفاش ينجم يدمر له حياته كيما هو قال اليكس نتاعها قال كيفاش كنت وكيفاش ولات حالتك معناها كل شيء دونك فوالا هذه من الحاجات اللي عجبوني في الكتاب الحق ما قلقتش فيه وانا نقرا فيه لخاطر لازم الموقع قاعدين يتحركوا معناها فيسع فيسع ما تلقاش الوقت باش تقلق كوا دونك ماذا بيك تحب زي تقرا باش تعرف شنو يصير شنو باش شنو معناها وين باش ترسي كما يقولوا كل شيء دونك ولا عجبني على الاخر الكتاب والكوفرتور مزيان على الاخر نعرف شنو نجم نقول عليه اخر كيت على لي بيرسوناج على لي زيفينمون على الريزومي نتاعو دونك فوالا ديجا نلقاو فما هكا سيتاسيون نقولو متلي جونغ باش يشجعوكم باش تقراو فيهم سيتاسيون تاع ستيفن مش سيتاسيون ما كيما ما قلتهاش الكلمة معناها باش تشجعكم كوا باش تقراوها قرا ستيفن كينغ ان سوبونس فورميدابل كي ماتينو ايفايي جوسكو بو دو لا نوي دونك بالحق الكتاب يجبدك باش تحب تقرا تقرا باش تعرف شنو يصير فيه يبدو بديما غادي يسافر البلاد نتاعو ننصحكم باش تقراوه سيرتو كيما قلت لكم الفيلم يخرج في نوفمبر وماكمش باش تندموا كي تقراوه دونك فوالا تلقاه في مكتبة الكتاب يظهر لي في زون 40 دينار ولا 50 دينار حاجة هكا 46 حاجة هكايا موجود زادا بالانجلي تلقاوها في لي ليبريري الكل خاصيب الموجودين في تونس دونك فوالا كان تلقاوها اقراوه انا تنحط لكم اليوم بدايف والتريلر نتاع الفيلم فيسكو خرج تنحط لكم في الباغ دام فوق كان تحبوا تتفرجوا فيه ولا كان تحبوا تقراوه اون ليني انا خليكم توا ونراكم في فيديو اخرى ان شاء الله مع الجاي اتخي بيانتو باي باي